Zineb Belbelli, 21 ans. Je travaille actuellement en tant que caissière dans un restaurant. اليوم غنعاود لكم القصه ديالي من بعد ما كملت القرايه ديالي دوزت فورماسيون ديال عامين خديت فيها ديبلوم ديال لاباتيسري موراها عانيت من وقت طويل ديال الشوماج ما كانش في الخدمه عانيت من ديبرسيون في داك الوقت يعني كتشوف ناس غاديين عندهم شي حاجه في حياتهم عندهم خدمه عندهم بزاف الحوايج ما انتي ما عندك والو جالسه في الدار ما كدير والو ما عندكش شي دخل قار اللي تقدر اي حاجه احتاجيتيها خاصك تمشي عند الوالدين ديالك تقول لهم عطيوني ورا هاد البيريود كان اللي دازت قلت يمكن خاصني نزيد نطور من راسي درت فورماسيون اخرى الوغ من بعد من الفورماسيون الثانيه قلت صافي يعني خاصني خدمه بديت كنقلب على كنقلب كندفع السيفيات ديالي كندوز لي زونتروتيون ما كنتش كنتقبل يعني كنت كنقول بلي يقدروا يكونوا خاصني بزاف ديال المهارات اللي باش نطور من الشخصيه ديالي هنا جا الدور ديال او اف او ماروك صراحه الفورماسيون عاونتني بزاف باش نقدر نلقى باش نقدر نصايب اون سي في بروفيسيونيل اللي نقدر نلقى به خدمه كيفاش نقدر نتعامل مع الناس يعني طريقه ديال الكومونيكاسيون كيفاش تحيد مني الحشمه دونك هادشي اللي تعلمته في الفورماسيون فادني في الحياه العمليه ديالي طونك كاسيير فادني بزاف كيفاش كنقدر نكومونيكي مع لي كليون كيفاش نقدر نجيري اون سيتوياسيون الرساله ديالي للشباب كنبغي نقول لهم تثبتوا بالاحلام ديالكم ثقوا في راسكم حاولوا تقلبوا على دي فورماسيون فحال اف ماروك اللي غادي تعطيكم بزاف المهارات اللي غينفعوكم في حياتكم المهنيه والشخصيه نبغي نشكر او اف ماروك وبوينغ على هاد الفورماسيون لي غراتويت لي استفدت منها بزاف الحوايج وكنبغي نقول للشباب المغاربه حتى هما يجيو يستافدوا من هاد الفورماسيون حيت غتنفعهم بزاف افيك او اف ماروك جي باتي مون افينير